أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. للمزيد ينضم إلي مباشرة محمد سعيد الرز، كاتب ومحلل سياسي لبناني. أستاذ محمد أهلا بك ومرحبا. إذا ما يجري في لبنان الآن، ما يجري في المنطقة الآن، محض استفزازات إسرائيلية، ربما أيضا يعني كما يقول المثل أنه ضربني وبكى. إسرائيل هي التي تتعدى، ثم هي التي تشتكي من إسقاط طائرتها. كيف تنظرون إلى الأمر في لبنان؟ أسعد الله مساءكم. في البداية، ما يجري في لبنان أو ما يجري في المنطقة حاليا لا أعتقد أنه مجرد استفزازات إسرائيلية. لقد وصلت إلى الحكومة اللبنانية وإلى المسؤولين اللبنانيين منذ حوالي الأسبوعين معلومات استخبارية وتقارير دبلوماسية على يعني درجة كبيرة من الدقة تفيد بأن هناك يعني تنسيقا أمريكيا تركيا إسرائيليا لوضع المنطقة على خط زلزال حربي واسع. وتضيف هذه المعلومات بأن هذه الحرب وليست استفزازات، يعني هذه الحرب سوف يعني تشعل المنطقة، خاصة تبدأ في لبنان وسوريا وقد تمتد إلى مناطق عربية أخرى. تضيف المعلومات أيضا أن إسرائيل تعد لعدوان كبير على لبنان قبيل حلول الانتخابات النيابية فيه في مايو المقبل، وذلك لمنع حزب الله أولا لتعطيل الانتخابات، ومنع حزب الله من الوصول إلى البرلمان هو وحلفاؤه بتكتل نيابي كبير، وبالتالي يتيح لهم تمثيل أوسع أو دور أوسع سياسي سواء في البرلمان أو سواء في الحكومة اللبنانية المقبلة. وكذلك لمنع لبنان من استخدام حقه في استخراج النفط من البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة الناقورة اللبنانية الجنوبية. هذه المسائل كلها إذا أخذناها بعين الاعتبار فهي تشبه أجواء حرب. إذا أضفنا إليها التوغل التركي في الأراضي السورية من البوابة الكردية والتصريحات المتتالية للرئيس أردوغان بأنه ينبغي أن لا يكون هناك دور مستقبلي للرئيس بشار الأسد على الساحة السياسية في سوريا، إضافة إلى ما يتم من تطورات أو ما يجري من تطورات في فلسطين المحتلة، وأخيرا موضوع نقل كمية يعني عدد كبير أو أعداد كبيرة من الإرهابيين من العراق ومن سوريا، نقلتهم تركيا ومولت قطر هذا عملية النقل هذه إلى ليبيا للوصول إلى سيناء والقيام، يعني هذا كان هو المخطط، والقيام بأعمال إرهابية تقلق أو تضعف أو تربك هذه التفجيرات أو هذه الأعمال الإرهابية سوف تؤدي إلى التأثير على الانتخابات طيب. الرئاسية أو تستغل موسم الانتخابات الرئاسية في مصر. ولذلك يعني كانت هذه المعلومات كلها تتجمع في هذه المسألة. صباح هذا اليوم يعني عند الساعة 7 تقريبا كانت هناك طائرة استطلاع من غير طيار، مسيرة تسمى من دون طيار، فوق الأراضي السورية على يعني على مقربة من الحدود أو من الجولان المحتل. فعندما يعني توجهت طائرة F-16 الإسرائيلية وهي تعتبر مفخرة الطيران الإسرائيلي، كان القرار بالتصدي لها وإسقاطها وتفجيرها. طبعا فاتني أن أقول أن لبنان أيضا أعلن على لسان أعلى سلطة عسكرية فيه وهو المجلس الأعلى للدفاع أنه سوف يتصدى لأي عدوان إسرائيلي يقع على أي منطقة من لبنان وعلى أي يعني مرفق في لبنان. ما لاحظناه من خلال التصدي طيب السوري لهذه سيد محمد فضل. نعم يعني ما أريد أن أسأل عنه لأنه حضرتك ذكرت أنها مفخرة الطيران الإسرائيلي، هي مفخرة أيضا الصناعة الأمريكية، يعني هي الطائرة طبعا الأكثر تمييزا في العالم F-16، وكانت كل الوظائف في هذه الطائرة تعمل في لدى الصفقات المصدرة لإسرائيل وربما المصدرة لدول أخرى، ليس كل التقنيات تعمل، لذلك كان هناك تفوق نوعي صحيح. إسرائيلي في المنطقة كبير
للغاية، وكانت إسرائيل تعتقد أنها يعني كانت دائما ما تدخل لتجول في أجواء سوريا وأجواء لبنان دون أي رد ودون أي محاولات حتى الإسقاط. هذه المرة تفوقت الدفاعات الأرضية على التكنولوجيا الأمريكية والطيران الإسرائيلي، وبالتالي ربما ميزان القوى سوف يتغير في المنطقة مقبلا. لم تعد الطائرة التي لا يمكن التصدي لها إسرائيل، وعلى لسان حكومتها قالت إنها تدعو للتهدئة، إنها لا تريد أن تصعد الأمور. أليس هذا أيضا تغيرا نوعيا في المنطقة، خاصة أنه إسرائيل يعني لا تهاجم فقط سوريا ولا تهاجم لبنان فقط في ظل الاستفزازات، هي تعلم أن هناك حلفاء الآن لسوريا، هناك روسيا وهناك إيران، ربما إسرائيل تتراجع الآن خطوة تكتيكية في نظرك؟ أنا برأيي يعني لا ينبغي أن نعول على تصريحات التهدئة الإسرائيلية، فمن يريد التهدئة لا يعني لا يقوم بمثل هذه الاعتداءات المتكررة والغارات المتكررة. منذ 3 أيام كان هناك غارة إسرائيلية على في لكنه تصريح غير معتاد. يعني إذا كانت يمكن إسرائيل أثر فيها فرق التوقيت، المسألة أنها لم تكن الآن بصدد الدخول في حرب وإنما في الفترة المقبلة كما قلت، فكانت تصدي الآن من قبل سوريا. إذا لاحظت أن هناك يعني بيانات صدرت عن هذه المسألة من غرفة عمليات مشتركة، ليست فقط غرفة عمليات سورية، غرفة عمليات مشتركة بين سوريا وحزب الله وإيران. هذه الغرفة العمليات يعني تعطي مؤشرا أن هناك يعني تغيير في موازين القوى حتى على الأرض، وليس فقط في تغيير في يعني موضوع السلاح. المسألة هي أن التواجد المقاومة في لبنان وفي سوريا بالأخص في لبنان مع امتلاكها لعشرات الآلاف من الصواريخ أوجد شيء أو ما يسمى بتوازن الردع لدى الجانبين مع إسرائيل، وتوازن الردع هذا يعني يجعل إسرائيل تعيد حساباتها. الآن إذا كان هناك مثل هذا العمل المشترك والتنسيق المشترك إيراني سوري حزب الله مقاومة لبنانية، فهذا يعني أن هناك يعني حسابات جديدة سوف تطرح وسوف تشارك في المعركة. لا ننسى التصريحات الإيرانية في الفترة الأخيرة، يعني من حوالي 4-5 أيام ولغاية اليوم، كل التصريحات الإيرانية تصب على ماذا؟ أنها تمتلك سلاحا بحريا لا يوجد مثله لا في روسيا ولا في أمريكا، ويصيب أهدافه بدقة متناهية، وأنه لا يمكن لإيران أن تبقى ساكتة أمام أي اعتداء إسرائيلي على لبنان أو على سوريا، وأن يعني الرئيس حسن روحاني صرح بهذا الأمر، نائب رئيس الحرس الثوري في إيران صرح أيضا بهذا الأمر. التصعيد الإسرائيلي موجود، والتصعيد الإسرائيلي يعني كان يطمح لأن ينفذ اعتداءاته في مرحلة لاحقة. الآن ما نشهده الآن هو التجربة أو بروفا أو جس نبض لمواقع القوة ومكامن القوة على الجبهتين اللبنانية والسورية مع إسرائيل. إسقاط هذه الطائرة يعتبر تغييرا كبيرا في موازين القوى، لأن إسرائيل كما نحن نعرف جميعا إسرائيل تريد أن يعني تعتمد بشكل أساسي على الطيران، على سلاح الطيران. بالنسبة للسلاح البري أو المشاة أو إلى آخره، هذه المسألة ليست مركز قوة ونقطة قوة عند إسرائيل، نقطة القوة الأساسية هي سلاح الطيران. فإذا كانت هذه الطائرة قد أسقطت بهذا الشكل وتم تفجيرها بهذا الشكل، فهذا يعني أن هناك إعادة حسابات إسرائيلية ستقوم بها بالنسبة لهذه المسألة ولأي خطوة تريد أن تخطوها، خاصة وأن المنطقة الآن كما نرى في سوريا يعني بعد 7 أو 8 سنوات لم تسقط الشرعية السورية، وبالتالي عملية الحفاظ على وحدة سوريا وعلى الدولة الوطنية في سوريا وعلى مؤسسات السورية أصبح أمرا يعني أقرب إلى الحصول. بالنسبة للبنان هناك توازن ردع ما بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية من جهة وما بين إسرائيل من جهة أخرى. لا ننسى ولا ينبغي علينا أن ننسى الآن موضوع عملية سيناء وأبطال الجيش المصري الذين يطهرون سيناء. وكالة سبوتنيك الروسية ذكرت اليوم أن مصر تحركت
وبالتالي فإن ما يقوم به الجيش المصري في مصر الجيش المصري في سيناء سبب زعرا لكل الجيوش الموجودة في المنطقة. تركيا أمرت أسطولها بالتراجع وبالعودة إلى شواطئه. يعني هذه المسائل الآن نحن نشهد تغيرا أساسيا في مكامن القوة ومراكز القوة العسكرية العربية على الأرض الآن، وبالتالي فهذا ستكون له ارتدادات كثيرة سياسية وارتدادات كثيرة في حسابات الصراع وفي حسابات المواقف التي ستتخذ فيما بعد. طيب، يعني بالنسبة أيضا للشأن اللبناني وربما البلوك رقم 9 والمتنازع عليه، يعني يرى البعض وهناك تحليلات تقول بأنه إسرائيل تحاول الآن فقط أن تساوم، أنها تترك الامتيازات اللبنانية بشكل أو بآخر على هذه المنطقة البحرية، بينما والبالغة 840 كيلومترا مربعا مساحتها، وأن تستعيد بجزء آخر من الأرض. يعني هي المسألة ليست إلا محض مساومات ومحض إقلاق للجانب اللبناني، وهي لا تريد الحقيقة مواجهة عسكرية حاليا حتى مع حزب الله، لأنه يعني تعلم أنه منذ عام 2006 وحتى هذه اللحظة تغيرت القدرة العسكرية كثيرا لحزب الله. يعني هي المسألة ليست في لا تخضع للمساومة. أولا، هناك أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل لا تزال لغاية الآن في مزارع شبعة وفي تلال كفرشوبة وفي قرية الغجر الساحلية. هناك أراضي لبنانية، الجدار الذي تبنيه إسرائيل ما بينها وبين الجانب اللبناني، هذا الجدار يعني صحيح أنه يشكل عدوانا ولأن الأراضي اللبنانية المحتلة تقع خلفه، ولكن هو في نفس الوقت هو يعبر عن خوف إسرائيلي حقيقي من اندلاع حرب مقبلة. فلذلك بنت هذا الجدار. نحن نعرف أن إسرائيل يعني لا تضع حدودا لكيانها. إسرائيل تقول أنها تمتد أو عيونها أو أحلامها تمتد من النيل إلى الفرات، وبالتالي عندما تضع هذا الجدار ما بينها وما بين لبنان ومع سوريا وما بينها وبين غزة وما بينها وبين يمكن عم تحاول تعمل كمان جدار بينها وبين مصر، يعني هذا يعبر عن قلق إسرائيل البالغ، خاصة وأن إسرائيل تصدق حسن نصر الله أمين عام حزب الله. يعني أكثر من جنرال إسرائيلي صرح بأنهم يصدقون ما يهدد به، وهو قال أن المعركة المقبلة لن تكون في الأراضي اللبنانية، سوف تكون في الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني مؤشرا خطيرا بالنسبة لإسرائيل على ذلك. ولكن كما قلت في البداية، المخطط الدولي يعني سواء كان يعني بالتنسيق الأمريكي التركي الإسرائيلي يهدف إلى يعني إضعاف أو خلق أمر واقع جديد في لبنان وفي سوريا. هذا الأمر الواقع السياسي الجديد الذي يريدون خلقه في لبنان وفي سوريا هو ألا يكون هناك جبهة مواجهة، وبالتالي هذا يستلزم تقليص قوة المقاومة في لبنان وتقليص قوة الجيش في سوريا. في سوريا يمكن أن يكون هناك التوجه للتقسيم كما أثير مؤخرا، وفي لبنان أن يكون هناك ضعف في حزب الله. سيد محمد، أريد أن أشكرك على وجودك معي. محمد سعيد رز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني.